مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس من عمان إلى الإمارات. طارق عامر، 100 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبي منذ التعويم. محافظ كفر الشيخ يغسل سيارته بالبخار لتوفير المياه. 100,000 جنيه لكل أسرة من ضحايا الأسانسير. وإليكم تفاصيل النشرة. تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان، هذا ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد مجتمع الأعمال العماني الذي يضم مستثمرين ورؤساء مجالس إدارة بنوك وكبار رجال وسيدات الأعمال، وذلك في ختام زيارته لعمان التي استمرت 3 أيام، حيث استعرض الرئيس ما تقوم به مصر من إجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات، مشيرا إلى المشروعات القومية التي تتيح فرصا استثمارية واعدة ومتنوعة في العديد من المجالات. هذا وتوجه الرئيس في إطار جولته الخليجية إلى الإمارات، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة بأبو ظبي محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس الدولة ومحمد بن زايد حاكم أبو ظبي. كان المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة قد أكد خلال لقاء الرئيس ومجتمع الأعمال العماني أن اللقاء رسالة واضحة تؤكد على أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، قائلا إن القاهرة تتطلع لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات العمانية في إفريقيا، وذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصري لإنتاج العديد من السلع تمهيدا لتصديرها إلى الأسواق الإفريقية والعربية التي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية، وذلك بموجب اتفاقات التجارة الموقعة بين مصر وهذه الدول، خاصة في ظل تنمية محور قناة السويس الذي سيكون نموذجا يحتذى به لمستثمري دول العالم الراغبين في الاستثمار بمصر. وما زلنا مع الشأن الاقتصادي، حيث كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي أن حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية تجاوزت 100 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن، وذلك خلال كلمته أمام مؤتمر التكنولوجيا المالية في القاهرة، قائلا إن البنك المركزي يستهدف تطبيق سياسة نقدية توسعية خلال الفترة القادمة بعد السيطرة على معدلات التضخم التي شهدت بالفعل انخفاضا خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن البنك وجه تمويلات عبر مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% وبفائدة 7% للقطاع الصناعي، مؤكدا على أن الشركات الكبرى في مصر تحقق أرباحا جيدة. تجربة جديدة، فقد شهد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ تجربة حية لماكينة غسيل سيارات تعمل بالبخار على غرار التجربة الألمانية لتوفير 90% من المياه المستخدمة مقارنة بالغسيل التقليدي، مشيرا إلى أن هذه التجربة تتوافق مع سياسة الدولة الرامية لترشيد استهلاك المياه وتوفير فرص عمل للشباب، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لمحطة الغسيل الواحدة 250,000 جنيه وتتيح العمل لأربعة شباب. تعويضات أسانسير بنها، فقد زار اللواء محمد عشماوي محافظ القليوبية أسر ضحايا مصعد مستشفى بنها الجامعي المقيمين بعدد من قرى القليوبية، وقدم لأسرة كل متوفى 100,000 جنيه و 50,000 للمصاب، مؤكدا أن هذه المبالغ من المحافظة والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال. كما توجه عشماوي إلى القناطر الخيرية للإطمئنان على الطالب أحمد صبري المصاب بالحادث وقدم له مبلغ 50,000 جنيه، مشيرا إلى أنه سيتوجه لبعض قرى محافظة المنوفية لتقديم مبالغ مماثلة لأسرة كل متوفى. طبيب القلب يجري من أجل الحياة، حيث شهد كورنيش نيل بأسوان الماراثون السنوي الذي يقام بالمحافظة للعام الثاني على التوالي بمشاركة الجراح العالمي مجدي يعقوب، وذلك لدعم مركز أسوان المتخصص في أمراض القلب الذي أسسه الدكتور مجدي يعقوب والذي يقدم خدماته الطبية للمصريين مجانا خاصة الأكثر فقرا، حيث انطلق الماراثون من أمام مبنى المحافظة تلاه سباق للأطفال لمسافة 2 كيلومتر، وعقبه تنظيم حفل تكريم وتسليم الميداليات للفائزين، وقد شارك في الماراثون نحو 1000 متسابق من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية. دي تاني سنة يتعمل فيها ماراثون أسوان 42 في أسوان اللي بينظمه شركة راي فاكتوري، وكل عائد التذاكر بتاع المشتركين هيعود لتبرعات المؤسسة،
في 22 دولة مشاركة، 850 مشترك من حتت كتيرة، وكمان من أهل أسوان في ناس كتيرة. وإحنا مبسوطين قوي إن إحنا هنا النهاردة، مبسوطين أهل أسوان مشاركينا، ومصر كلها حتت من حتت مختلفة من مصر جايين يشاركوا معنا. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.